يلا. اثبت. انت مين يا خميس؟ ايه خميس؟ انت عارفني؟ الله، انت خميس عارفني؟ انت بتسرقني يعني ولا ايه؟ اسرقك ايه؟ بس شيل الطبانجه دي الاول. طبانجه؟ ده طالما دي طبانجه بقى يبقى انت الخال. امال انا بقول لك ايه من صغر؟ ده انت بسطول كنافه. انت شكران طينة. مش يعني يا جدع بالراحة. وطي صوتك، وطي صوتك، وطي صوتك. انت بتعمل ايه هنا؟ استنى بقالي ساعة بفتح الباب مش عايز يفتح. مفتاح بان عليه بايظ ولا ايه؟ بايظ؟ ده انت مش شايف. ده انا فتحنا كده. افتح يا عم. خال ضايع. أول مرة أشوف خال فضيحة كده. إيه ده؟ ايه انت بتفتح بالسيجاره؟ معلش، يبقى انا شربت المفتاح. انا قلت ايه كده ليه؟ انت مش شايف حاجه. ولع ولع. ايه ده؟ ايه ده؟ الباب مفتوح. يبقى يلا ندخل بقى. طب يلا يا شيخ. بس بقول لك ايه، وشوش بقى احسن من الضوء تصحى وتعمل لنا فيها المعلمه بجد. حاسب يا عم، حاسب يا عم. اقول لك ايه بقى، تيجي نقلع الجزم ليه؟ عشان الصوت. صح صح. انا لا برضه تعمل صوت. صباح الخير. صباح الخير. خير. ولا ايه؟ حاجة يا حاجة، اصحي 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 يا حاجة، اصحي. شرابية في ايه؟ الحق يا حاجة، في نصيبة. مصيبة ايه؟ وانا نايمة سمعت صوت، طلعت بره اشوف ايه، ما لقيتش حاجة. انت يا ولية اتخبلتي. اسمعيني للاخر يا حاجة، في نصيبة. مصيبة. مصيبة ايه؟ خلصيني. جيت اخش اوضتي سمعت رجل بره، قمت بالسحابة اشوف في ايه، لقيت يا لهوي يا لهوي يا ولية. انطقي، ما تجننينيش. المعلم ابو سنه واقف قدام الاوض بيتلفت يمين وشمال، وقام داخل على الاوضه. وفيها ايه؟ راجل وداخل اوضته بالليل. ما هو ما دخلش اوضته. ما اوضه مين؟ خش اوضه افندينا. افندينا؟ أنا فين؟ أنت في أوضتي، في سريري، ولو ركزت معايا شوية ممكن تبقى في حضني. يخرب بيتك، يا بنت هتودينا في داهية. يا راجل وطي صوتك شوية، حد هيسمعنا. يخرب بيتك، يا بنت هتودينا في داهية. لا يا أخويا، هو أنا اللي كنت خدتك من إيدك ودخلتك أوضتي؟
قوي مع ضيوفي واحب اظبطهم. يا بنت تهد، بدل ما اسكعك قلم انزلك طقم سنانك. يا رب. طب جرب تعملها كده يا بنت. اهدي اهدي بقى، اهدي ولا شويه. ما انا همدانه، هو انت شايفني بقطع في شعري ولا بحطه في السجاده؟ انا لازم افهم، انا ايه اللي جابني هنا؟ حنتومك ده ايه؟ لا حنتومك انت. ده حنتومك. حنتومي حنت ابويا. يا واد ده انت قمر من قريب. الله 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 الله. ما تيجي تبص على نفسك في المرايه. ابص على نفسي في المرايه ليه؟ وانا جاي اتعرف على نفسي هنا؟ ما تجيب بوسه. بوسه ايه؟ بوسه ايه؟ يا بنت هتودينا في ده. يا اوعي يا راجل استنى، هو انت فاكر دخول الحمام زي خروجه؟ حمام ايه؟ وانا مش عرفت ليه ده الحمام. اوعي يا بنت. طب استنى والنبي. اوعي يا بنت. يا لهوي، ايه صوت العبد ده؟ اياك تكون وقعت على رقبتها واتكسرت. امين يا رب تتكسر رقبتها يا رب. حاجة اروح اشوف ايه اللي بيحصل. انت اتجننتي ولا ايه؟ انت عايزاها تشوف جوزها مع كرامه تعمل لنا فضيحه؟ ده عايزه جنازه وتشبح فيها لط. تعالي خبطي هنا لما نشوف البلوه التانية. بس انا خايفه يا حاجه خبط سخامس يجي يعملها لي مصيبه. خبطي وخلصيني بس بشويش. حاضر يا حاجه حاضر. ده خبط يا ولية؟ انت بتوشوشي الباب يا حاجة. ما انت اللي بتقولي لي خبطي بشويش. بس مش للدرجة دي، اذا كنت انا مش سامعاكي. خبطي عدل بس بالراحة. حاضر حاضر. صوتك مش عايزه فضايح. انت تتخرسي خالص. انا ايه اللي جابني هنا؟ انا فين؟ ما انتش خارج من الاوضه، ولو خرجت هصوت والم الناس عليك واقول انك تهجمت عليا. انت جبت المفتاح؟ مش جايبه المفتاح. هات المفتاح. وطي صوتك، عيب هيسمعونا بره. هو انا زهقت دلوقتي؟ عايز تطلع من الاوضه؟ مد ايدك وخد المفتاح. ايه يا بنت الشغل القديم ده؟ انت مد المفتاح بدل ما اكسر الباب. اموت في العنف. بقول لك ايه؟ لو كسرت الباب هم هيسمعونا بره، ولو سمعونا هضطر احكي لهم على اللي حصل. هو حصل ايه؟ داخل تتسحب عليا اوضتي وانا لوحدي، واخده راحتي ولابسه عريان، والاوضه فاضيه علينا، والسرير مغري. الله 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 الله. والفرشه دافيه. ايه ده؟ والشيطان ما بيصدق كل ده وما حصلش حاجه. انت جبت المفتاح اسمعك كلام. انت جننت رسمي. انت لسه مش عارف انت فين؟ ده انا كنت نايم في اوضتي. ايه اللي جابني هنا يا معلم؟ انت جاي من بره على هنا وانا شايفك بعيني. انا كبرت وخرفت مش عارف يمينك من شمالك. انت بتقول ايه يا حاجة؟ احمد ربنا ان خميس لسه ما جاش، والا كان قومها حريقه. خميس؟